السلام عليكم، يعطيكم العافية. فيديو جديد حق انشارتد نهاية لص، نكمل فيها التختيم. وصلنا إلى تشابتر رقم 13. ابتعد عن الشاطئ. حلو، نبتعد عن الشاطئ. سام! أحلى ما في سام موضوع هل تسمعني؟ بلاي ستيشن 5 ربما أبعد قليلا. إنها سريعة في اللودينج. طيب تركز. اللعنة يا سام، حتى السلاح أظن ما عنده. واخك هذا طريقنا. حمدا لله، صندوق الإمدادات. يا إلهي، بالطبع ضاع كل شيء. إشارة جيدة، ربما أخذها سام. في طريقين يمين. ومن الناحية الإيجابية، لا يمكن فقدان أي شيء آخر، حتى حياتي. أكلم نفسي، هذه أولى علامات الجنون. ما نقدر ندش من هنا، نصعد. أوكي. يا إلهي. حسناً. تباً. تقدم تقدم. اوكي ممكن. السلام، خليك على الطرف. ايوه، تبا لهذا المكان. سلام. اللعنة. يمين يمين. يجب أن أستمر. بعد يا حبيبي، ماي ماي. أدري لازم، أيوه لازم بالإيد. انكسرتها. شكرا. وين رحت؟ Ugh.
سيك بارفيس ماغنا سام. هيا أين أنت؟ تباً. حلو. وقف المطر. يجب أن أصل إلى ذلك الجبل المخيف. طيب. طريق من هنا. أنا قادم إليك. أيوه. عشان تأكد من هنا. اوكي طريقنا صح ولا انا درت؟ بسم الله. لا لا هيا هيا لا 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 ايوه ساعدنا. حلو نصعد من هنا للعلامة البيض. اي الطريق. تباً. هذا طريق طويل. طويل جداً. طيب. ساعدنا هنا. صلنا. ظلهم. ريف. اللعنة. انتبه لنفسك يا سام. ستتحمل. لا تسقطي لا تسقطي. طيب إذا أوكي لقينا مكان نروح من وراء الشلال. أوكي أين سنذهب الآن؟ ايش في هنا علامة؟ في شيء فوق؟ ارسم.
اوكي. تكفل تقول يلا نجرب. يا إلهي هذا منعش. أهلا. الطريق حظ سيء ها؟ يا للمساكين. نصعد من هنا. هل كنت تحاول التسلق بهذا الحذاء؟ لن تحتاج لهذا. اوكي هذا يفلح. كدت اصل. حلو ساعدني هذا. يبنا ننجز هناك. حلو. أها. ما فتحت. ربما رأيت شيئا حركة عند خط الأشجار. الأدغال كثيفة هناك تتحرك كلها. لا أرى أي شيء. اللعنة. اسمعوا جميعا إنذار كاذب لكن انتبهوا. هيا هذول عندهم أسلحة. من الذي رأوه إذن؟ الأخ الأكبر أطلق النار على بعض رجالنا وهرب. أتظن الآخر حيا؟ حتى نجد ذلك فأعتقد أنه حي. كيف نجا من ذلك الخطاب؟ يخلده الحظ باستمرار. حسنا سيمتد الحظ في النهاية. سنعرف. تعب. اوكي. انتبه من هناك. اقتلني ان وجدت اي شيء. ساتعامل مع الامر. اين ذهب؟ اثرت عليك. ما شفتك والله.
اوكي تعال. لقينا اسلحة وامورنا بالتمام. في احد؟ ليش ما نخش؟ اوكي وينهم؟ سيكون هذا الدفاع. القناص لا يجيني. كانت وشيكة. إلهي. ما خلص. دلل. دون رايح انا. اخذت قناص عشان يساعدني. غشني. اوكي. حسنا، الى اين؟ ارسم. ما هذا؟ واو، هذا سوداوي جدا. يبدو أن حظ طاقم بيرنز في العثور على الكنز كان مثل حظي. شيء هنا. هذه مسحة بالتأكيد. لا لا لا. اللعنة. اوكي لقى اخوه. تمام. كدت اقتلك يا اخي. سام، انت بخير؟ نعم، أمر معتاد بالنسبة لي. تسعدني رؤيتك حياً يا أخي. هيا
هناك كنز لنجده. انتظر يا رجل. ماذا نفعل؟ ماذا تعني؟ فقدنا مؤننا في أعماق المحيط الهندي. إذن فلنسرق بعض المؤن من جيش نادين. والمشكلة الثانية، نحن نواجه جيشا ونحن صامدون حتى الآن، ونحن منعزلون في مكان مهجور. كنا نحاول الوصول إلى هنا. نحن كانت لدينا خطة هروب. حسنا، اسمعني، اقتراح جنوني. فلنهبط إلى هناك ونجهز أحد قوارب ريف. القوارب تنتظر. أتعرف ماذا نفعل؟ نشتري حياتي ثانية، ونفعل ذلك بالتوغل في تلك الغابة والعثور على ليبرتاليا. هل رأيت إشارة تدل على مستعمرة قراصنة؟ لأنني لم أرى واحدة. ألا تعتقد أنه فات أوان الشك؟ أيمكننا أن نضع في الاعتبار احتمال أن فكرة إيفري عن أرض أحلام سرية لم تنجح؟ وربما أننا غارقون في عالم خيالي، بينما علينا البحث عن وسيلة واقعية لإنقاذك. سأفتش هذه الجزيرة شبرا شبرا إن اضطررت حتى أعثر على الكنز. إن كنت تشعر بالحيرة فيما يخص ما نفعله، عد إلى المنزل يا نيثان. مهلا، انتظر، يمكنني العودة؟ هل تمزح؟ هل تعرف ما خطرت به لأصل بك إلى هنا؟ ماذا عما خطرت أنا به؟ فهمت؟ آخر 15 سنة لا من حياتي. لا علاقة لهذا بما نحن فيه. بل هو أساس ما نحن فيه. ماذا؟ ما زلت تريد العودة؟ فلنرى ماذا سنجد. حلو، كمل. بعد ما تهاوشوا الإخوان، من هنا غير معقول. نأمل ألا يكون الباقي مدفونا تحت قرون من التراب. انظر إلى نصف الممتلئ. وين راح؟ لا تقول لي في أحد هنا. سام، هنا. قادم. لا أحد هنا. مر هذا المكان بأوقات أفضل، ها؟ يحتاج السطح لإصلاحات. أنا رايح. سام، من هنا. أوكي. نعم، هذا لن يحدث. نيثان، أعتقد أنه يوجد طريق هنا. من هنا يا نيثان. مدرب. هذا الزحف مفيد لعضلات جسدي. هيا. طالع مو من هنا. شعور جيد أن أفرد جسدي. كما قلتها. نجيب. هناك مخرج. أوكي. إنه مرتفع حتى إن رفعتني. نجيب. فلنعثر على شيء لنقف عليه. صندوق أخذهم. صندوق، عندي فكرة. هيا بنا. انتبه. حسنا، نحن جاهزون. سترغب في رؤية هذا. هذه مدينتهم. ماذا ترى؟ لا منازل، شارع واسع. من الواضح أنها منطقة تجارية. نعم، شكرا لك يا نيثان. هيا، ماذا ترى؟
تريد سماعي وأنا أقولها؟ أريد سماعك تقولها. حسنا. ليبرتاليا. ليبرتاليا. الأرض الأسطورية المفقودة منذ وقت طويل اكتشفها بعد 300 سنة سامويل دريك وشقيقه الأصغر الأقل وسامة الذي كان مرافقه في المهمة بالمصادفة. كنت أعرف أنك ستنجح يوما ما. ليست أول مدينة مفقودة أجدها. شش فقط تمتع باللحظة. من أين تريد البدء؟ ماذا عن ذلك المبنى هناك؟ أتعني المبنى ذا الحراسة الضخم؟ نعم، لنعرف ماذا كان يحرس. يناسبني هذا. هذا أعني أنا عاجز عن الكلام. اللعنة يا نيتن. أهكذا تعجز عن الكلام؟ حلو، وصلنا إلى تشابتر 14. راح نوقف الآن ونكمل في فيديو قادم. يعطيكم العافية على المشاهدة. مع السلامة.